أهلا بكم مجددا، وإذا كنت مغلق عينيك حتى لا ترى التكامل، أعتقد يمكنك فتح عينيك الآن. لن يكون هناك أي عرض مهم عن التفاضل والتكامل في هذا الفيديو، ولكن لمراجعة ما قد مضى قلنا أن إذا كان لدينا نابض ورسمته بشكل عمودي وتجاهلنا وجود الجاذبية وتظاهرنا أنه يظهر من أعلى طاولة لأننا لا نريد النظر لتأثير النابض والجاذبية، فقط نريد النظر إلى النابض نفسه، إذا هذا قد يكون في فراغ عميق، ولكن لن نفكر في الجاذبية ورسمته بشكل عمودي بحيث نحصل على فهم أكبر. حسنا، بدأنا بالقول إذا كان لدينا نابض وإكس تساوي صفر هي نوع من نقطة الراحة الطبيعية لهذا النابض، وإذا جعلت هذه الكتلة، إذا لم أسحب هذا النابض لكن لدينا كتلة موصولة بالنابض، أشد النابض لنقطة A وقلنا ماذا سيحدث؟ حسنا، سيبدأ مع سرعة قليلة، لكن هناك قوة معادلة ستقوم بسحبه للخلف ناحية هذا الموضع، إذن هذه القوة ستتسارع والكتلة ستتسارع حتى تصل إلى هنا، ومن ثم سيكون لها سرعة عالية، لكن من ثم سوف تبدأ بالتباطؤ، ومن ثم ستتباطأ وتتباطأ وتتباطأ، السرعة له سوف تتوقف وتعود ترتفع، وإذا رسمنا هذا كاقتران للزمن هذا ما يحدث، ستبدأ بالتحرك ببطء ويتسارع عند هذه النقطة X يساوي صفر لديه أقصى السرعة، إذا معدل التغير في السرعة أو معدل التغير في الإزاحة هو الأسرع، يمكن رؤية المنحنى هو سريع جدا هنا، ومن ثم نبدأ بالتباطؤ مرة أخرى حتى نصل إلى هذه النقطة A، ومن ثم يستمر بالارتفاع والانخفاض للأعلى والأسفل هكذا، وشاهدنا عمليا المعادلة للكتلة، الإزاحة كاقتران للزمن XT، واستخدمنا بعض المعادلات التفاضلية لإثبات هذا، لكن المعادلة لا أوصي بحفظ هذا أو أي شيء، لكن هذه معادلة مفيدة جدا للحفظ لأنها مستخدمة كثيرا لإيجاد أي شيء، الإزاحة أو الكتلة عند أي زمن، أي زمن معطى أو تردد لهذه الحركة المتذبذبة أو أي شيء آخر، حتى السرعة إذا كنت تعرف القليل من التفاضل يمكن إيجاد السرعة عند أي زمن للجسم، وهذا شيء متقن. إذن ما الذي يمكن عمله الآن؟ حسنا، لنحاول أن نجد الدورة، تأرجح النظام، ولتعرف أعلم وضعت عنوان الحركة المتوافقة، لكن هذه حركة توافقية بسيطة، الحركة التوافقية البسيطة هي شيء يمكن أن توصف من قبل اقتران حساب المثلثات كهذه، وتتأرجح ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا، إذن ما نقوم به هو حركة توافقية، والآن لنجد ما هي الفترة، تذكر قلنا بعد تي ثوان تعود مرة أخرى للموقع الأصلي، ومن ثم بعد تي أخرى ثانية تعود مرة أخرى للموقع الأصلي لنجد ما هي تي، وهذه بالأساس الفترة له أليس كذلك؟ ما هو اقتران الفترة؟ هي كم تستغرق حتى تعود مرة أخرى إلى نقطة البداية، أو كم تأخذ كل دورة واحدة حتى تحدث؟ إذن ما هي هذه تي؟ إذن لدي سؤال، ما هي هذه النقاط إذا كانت هذه اقتران جتا؟ ما هي كل النقاط حيث يكون الجتا يساوي واحد؟ أو هذا الاقتران يساوي A؟ لأنه عندما يكون الجتا يساوي واحد هذا الاقتران يساوي A، ولها هذه النقاط. حسنا، الجتا يساوي واحد عندما إذن ثيتا
إذا ثيتا، متى يكون الجتا لثيتا يساوي واحد؟ جتا ثيتا يساوي واحد. إذا عند أي زاوية يكون هذا صحيح؟ حسنا، هو صحيح عندما ثيتا تساوي صفر، أليس كذلك؟ جتا الصفر يساوي واحد، جتا اثنان باي أيضا يساوي واحد. ويمكن متابعة السير حول وحدة الدائرة، يجب مشاهدة فيديو وحدة الدائرة إذا كان هذا غير منطقي لك، أو الإقترانات المثلثية وهي أيضا صحيحة عند 4 باي. في الواقع أي من مضاعفات 2 باي؟ حسنا، جتا تلك الزاوية يساوي 1. إذا نفس الشيء هو صحيح، هذا الإقتران x التي يساوي a عند أي نقاط؟ عند أي نقاط هذا يساوي A؟ إكس لتي تساوي A حيثما يكون هذا التعبير مع جتا، حيثما يكون هذا التعبير يساوي صفر، يساوي صفر اثنان باي أربعة باي إلى آخره. وهذه أول مرة حيث الدورة لها من صفر إلى اثنان باي. من صفر إلى t هذا سيكون عند 2 باي. إذا هذا التعبير سيساوي a عندما k، وهي هذه النقاط، أليس كذلك؟ هذا عندما يكون الإلكترون يساوي a، وسيحدث هذا مرة أخرى في مكان ما عندما يكون هذا التعبير الداخلي يساوي 2 باي، أو أي من مضاعفات الاثنان باي. إذا يمكن القول أن x التي تساوي a عندما الجذر التربيعي ل k على m ضرب t يساوي 2 باي. أو طريقة أخرى للتفكير بهذا، لنضرب كلا الطرفي المعادلة ضرب المقلوب الجذر التربيعي ل m على k، ونحصل على t تساوي 2 باي ضرب الجذر التربيعي، ضرب الجذر التربيعي سيكون مقلوب هذا، إذا الجذر التربيعي ل m على k. وهنا لدينا الفترة لهذا الإقتران، هذا سيساوي 2 باي ضرب 2 باي ضرب الجذر التربيعي ل m على k. إذن إذا أخبرك أحدهم أن لديه نابض سيشده أو يضغطه قليلا ومن ثم يتركه، ما هي الفترة؟ كم سيستغرق النابض ليعود إلى وضعه الطبيعي أو إلى حالته الأصلية؟ سيتابع عمل هذا ولا يوجد لدينا احتكاك ولا جاذبية أو أي مقاومة أو أي شيء كهذا، مقاومة الهواء وشكل من الاحتكاك. يمكن أن تحفظ الصيغة بالرغم أنه يجب أن تعلم من أين جاءت، ويمكن أن تقول أعلم ما هي الفترة، إنها 2 باي ضرب الجذر التربيعي ل m على k. هذا كم يستغرق من الوقت ليكمل دورة واحدة؟ ومن ثم ماذا عن التردد؟ إذا أردت أن تعلم الدورة لكل ثانية، حسنا هذا مقلوب الدورة، أليس كذلك؟ إذا أردت معرفة التردد، هذا يساوي 1 على الفترة المعطاة ثانية لكل دورة. إذا التردد هو دورة لكل ثانية، دورة لكل ثانية، وهذا ثانية لكل دورة. إذا التردد سيساوي 1 على هذا، وهي 1 على 2 باي، 1 على 2 باي ضرب الجذر التربيعي ل k على m، هذا هو التردد. لكن لدي صعوبة دائما في حفظ هذا وهذا، دائما m على k أو k على m، كل ما يجب حفظه هو هذا، وحتى هذا ربما لديك بديهية
لما هذا صحيح؟ وتستطيع أن تستخدم المعادلات التفاضلية إذا أردت إعادة إثبات ذلك لنفسك، لأنه إذا كان لديك هذا يمكنك إجابة السؤال عن إزاحة الكتلة عند أي زمن، سرعة الكتلة عند أي زمن فقط بأخذ المشتقة أو الفترة أو التردد للإقتران. طالما تعلم كيف تأخذ الفترة والتردد للإقترانات المثلثية، يمكنك مشاهدة الفيديوهات عن حساب المثلثات لتستعيد معلوماتك. شيء واحد مثير للاهتمام عن هذا هو لاحظ التردد والفترة. التردد والفترة، هذا اقتران الفترة، هذا كم المستغرق لدورة واحدة، هذه عدد الدورات التي تقوم بها في ثانية، كلاهما مستقل عن A. إذن غير مهم، يمكن شد النابض قليلا هكذا وسيستغرق نفس الزمن ليعود، ويعود هكذا كما لو شددنا هذا. إذا شددناه قليلا، الإقتران سيكون هكذا. أتأكد أنني أقوم به بشكل صحيح. هذا ليس صحيحا. حسنا، تعديل، إلغاء. إذا قمت بهذا قليلا، المجال والمدى سيكون أقل، لكن الإقتران يقوم بعمل نفس الشيء، هو فقط سيقوم بعمل هذا، سيستغرق نفس الوقت ليكمل دورة وسيكون لها مدى أقل. إذن هذا مثير للاهتمام بالنسبة لي، كم شددناه لن يجعله يأخذ وقت أكبر أو أقل ليكمل دورة كاملة. هذا مثير للاهتمام. وإذا قلت لك بدأت أضع جسم لينضغط في هذه الحالة، لنفرض أن A هي ناقص ثلاثة، هي ناقص ثلاثة، لدي ثابت نابض لنقول K، لا أعلم، K تساوي 10، ولدينا كتلة 2 كيلوغرام. إذن يمكن مباشرة أن نعرف معادلة الإزاحة كاقتران للزمن عند أي نقطة، وستكون x لتي تساوي، ولم يتبقى لدي مساحة، إذن x لتي ستساوي هذا، وبالتعويض ناقص 3 جتا 10 تقسيم 2، هذه الكي على m، إذن تساوي الجذر للخمسة. أعلم من الصعب قراءة هذا، لكن وصلتك الفكرة. قمت فقط بالتعويض، لكن أهم شيء معرفة هذا. أعتقد أهم شيء هو هذا. وإذا أعطيتك اقتران مثلثي، ستعاني لتتذكر كيف تجد الفترة أو التردد، بالرغم أنه دائما أفكر بهذا، وما هو التعبير الذي يساوي واحد، ومن ثم يمكن إيجاده، متى يساوي واحد أو متى يساوي صفر، ويمكن إيجاد الفترة. إذا لم تكن لديك، يمكن أن تحفظ هذه الصيغة لفترة وهذه الصيغة للتردد، لكن أعتقد هذا مضيعة لمساحة دماغك. على أي حال، أراكم في الفيديو التالي. إلى اللقاء.